ائتلاف نزاهة الدولي يصدر تقريره بشأن تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية بالخارج. طابت أوقاتكم مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، أهلا بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة من منصاتنا الإلكترونية وتلفزيون الوطن. العملية الانتخابية تمت بشكل سلس بدون شكاوى، ورصدنا وجود كتلة تصويتية كبيرة. أصدر ائتلاف نزاهة اللي مكون من 5 منظمات أجنبية ومنظمتين محليتين ومختص بمتابعة الانتخابات تقريره المتعلق بأبرز ملاحظاته خلال عملية متابعة تصويت المصريين في الخارج اللي حصلت أيام 1 و2 و3 ديسمبر. التقرير الحقيقي إنه كان كله علامات إيجابية، أبرزها أنه ممثلي ائتلاف نزاهة بعد جولة ليهم في السفارات والقنصليات بالخارج أثبتوا أنه التصويت حصل بشكل سلس بدون شكاوى من المواطنين وتوفير ساتر يقوم الناخب باختيار مرشحه من خلفه، بالإضافة لتوفر أوراق الاقتراع المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات. وفقا للتقرير تم السماح للمصريين في الخارج بالتصويت حتى في حال انتهاء بطاقة الرقم القومي، وهو ما يضمن تمكين كل الراغبين في التصويت من ممارسة حقهم الانتخابي. ده بالنسبة للي حصل في انتخابات الخارج. بالنسبة للداخل، خلاص كله بيستعد لانطلاق انتخابات الرئاسة بالداخل اللي هتبدأ يوم الأحد الجاي. طيب استعدادات ائتلاف نزاهة عشان نعرف تفاصيل أكتر، خلونا نرحب بضيفنا عبر الهاتف الأستاذ أيمن عقيل منسق ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. ايه ابرز المشاهد اللي ائتلاف نزاهة قدر يرصدها من جولته على مقر السفارات والقنصليات خلال انتخابات المصريين بالخارج ومتابعتكم ايضا لسير العملية الانتخابية؟ يعني يمكن احنا اصدرنا التقرير في عدد من النقاط حول شهادتنا على ما تم في الخارج. الانتخابات تمت بشكل سلس، لم نتلقى اي شكوى من اي مرشح من المرشحين الاربعة حول عملية التصويت، لم نتلقى اي شكوى من الناخبين حول عملية التصويت. شهدنا كل ادوات العملية الانتخابية من صندوق شفاف، من الحبر، من الساتر حول الصندوق، من سرية التصويت. لم نشهد اي توجيه للناخبين. يمكن الانتخابات الرئاسية عموما بيكون اجراءاتها اشكل بكثير من الانتخابات البرلمانية او المحلية، لان عندي 4 مرشحين عكس الانتخابات البرلمانية او النيابية او المحليات بيبقى في عندي 3-4 آلاف مرشح وممكن يكون هناك بعض التجاوزات. يمكن الحاجة اللي احنا اوصينا بيها الهيئة الوطنية للانتخابات ان مهم ان يكون في اكتر من لجان موجودة في الخارج حتى يتمكن جميع المصريين من ادلاء بصوتهم، لان في ناس كتير ممكن يكون لديها الرغبة في ادلاء بصوتهم لكن ممكن يكونوا مكان اقامتهم بعيد عن مقر اللجان الانتخابية. شهدنا بعض المصريين وتقابلنا معاهم وقالوا ان هم حرصا منهم على عملية المشاركة كانوا بيتفقوا مع بعض ان هم ينتقلوا كلهم بسيارة واحدة او بعربية واحدة علشان يروحوا يدلوا بصوتهم في الانتخابات. الاجراءات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن كانت في مساعدة ليهم في اداء اصواتهم. ناس تجاوز سنهم 70 عام ورغم سوء الاحوال الجوية والطقس البارد. لاحظنا ده من خلال تغطيتنا للانتخابات يا دكتور ايمن، ان كبار السن حريصين جدا، وحتى الناس اللي كان عندهم ظرف صحي صعب جدا لاحظنا ان هم عندهم اصرار ويمكن حتى جايين على السرير النقال او الحمالة عشان يدلوا بصوتهم. بالظبط، وده بيدل على فكرة المواطنة اللي احنا كنا بنتكلم عنها دايما. صح. وهي احساس الناس بانه مواطن في وطن وليس فرد على ارض، ورغم بعدهم عن ارض الوطن ولكنه يشعر بانه مواطن. فده كان شيء جيد يجب شكرهم عليه لان قاموا بواجبهم الوطني ومارسوا حقوقهم الانتخابيه. درجه السقعه اللي كانت موجوده وتساقط الثلوج اللي كان بشكل غير طبيعي، بعد المسافات، كلها حاجات كان ممكن، ولكن المصري كان حريص جدا ان هو يدلي بصوته. بالظبط كده يا فندم. طيب لو احنا حابين اتكلمنا عن او تخطيطنا للانتخابات المصريين في الخارج، طيب بقى ايه استعدادات الائتلاف
لمتابعة انتخابات الرئاسة في الداخل اللي خلاص المفروض على الأبواب، وبدايتها هتكون يوم 10 بإذن الله أحد واثنين. يعني ياريت تكلمنا أكتر عن استعدادات الائتلاف. إحنا الائتلاف حاليا هو بدأ يستقبل المتابعين الدوليين اللي وصلوا القاهرة من يوم سبعة، لدينا مجموعة من التدريبات ومجموعة من الزيارات للحملات الانتخابية وكذلك أركان الانتخابات. هنبدأ نعمل نموذج محاكاة للمتابعين حول شكل اللجنة الانتخابية بتكوينها بصندوقها بموظفينها بمندوبينها، وبالتالي علشان يكون في تمثيل لما سيحدث يوم 10 و11 و12. احنا مقسمين المتابعين الدوليين الى فرق، كل فرقه فيها متابعين دوليين وفيها مترجم وفيها مراسل محل. احنا بنتابع في 10 محافظات من خلال 2400 لجنه انتخابيه فرعيه، وده عدد كبير، يعني احنا تقريبا بنتابع 24% من اللجان الانتخابيه المصريه. بنتابع عن طريق استماره، الاستماره دي على نموذج اونلاين، وبالتالي المتابع يقدر وهو ماسك الموبايل بتاعه بيفتح الاستماره ويرد على الاسئله ويجاوب على الاسئله ويكتب ملاحظاته، توصل فورا الى غرفه العمليات. هنعمل مؤتمر صحفي يوم 16 ديسمبر نعلن فيه شهادتنا وتقريرنا الاولي عما تم رصده خلال ايام التصويت في الداخل. المؤتمر هيكون يوم 16 ديسمبر. 16 ديسمبر هنكون في متابعه مع حضرتك. اي اضافه اخرى يا استاذ ايمن؟ شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا، كل الشكر والتقدير للاستاذ ايمن عقيل منسق ائتلاف نزاهه لمتابعه الانتخابات الرئاسيه 2024 على هذه المعلومات القيمه التي ادلى بها لنا وخصها لينا من تلفزيون الوطن. وان شاء الله هنكون في متابعه مستمره مع كل المسؤولين والمحللين فيما يخص الانتخابات الرئاسيه بالداخل يوم 10 و11 و12 ان شاء الله. في الختام تقبلوا تحياتي أنا وفريق العمل من خلف الكاميرات، وتبقى التغطية دائما مستمرة من شاشة ومنصاتنا الإلكترونية من تلفزيون الوطن. دمتم ودام الوطن.